من دبي مع المهندس رائف الغوري الخبير في تقنية المعلومات والاتصالات، أهلا بك معنا. إذا كيف وصلنا لهذه المرحلة أن يجاري الذكاء الاصطناعي المحادثات اليومية البشرية؟ مساء الخير وتحياتي للجميع. أهلا وسهلا. عملية تطور مستمرة، يعني الذكاء الاصطناعي موجود من أكثر من عشرات السنين، ولكن تطور الإنترنت، تطور العلوم، سرعة المعالجات وتوفر الذاكرة، وحاليا نحن نعيش في عصر البيانات الضخمة، كله سهل عملية أن توفر المعلومات بأسرع ما يمكن. ووصولنا لمراحل متقدمة من أن الجهاز ممكن يحكي ويتكلم ويجاوب على الأسئلة هو النتيجة الجيدة لتضافر عدة علوم، منها تعلم الآلة، منها الشبكات العصبونية، سرعات معالجة الفائقة. والفكرة الثانية اللي هي بعد التكلم هو عملية البصر وتفسير الصور. يعني اليوم صار مثل ما نحن بنشوف بعيننا، الموبايل ممكن يشوف من خلال الكاميرا ويشوف شو عم نشوف ويساعدنا على اتخاذ تصرف مناسب، مثلا لما بيشوف صورة مطعم معين البراند تبعه، فممكن يعطينا شوية معلومات شو أشهر الوجبات الموجودة عنده ولمحة عن أسعاره وتصنيفه، أو لما بتوجهيه لوردة مثلا ممكن يعطيكي اسمه وفصيلتها. فهيك عم ننتقل نحن من التقدم في الذكاء الاصطناعي من مرحلة السمع إلى مرحلة البصر، وتطور من خلال تطور التقنية وأدواتها. فمثلا نظام الواقع الجغرافي اسمه الجي بي اس راح يتحول بعد فترة قصيرة اسمه في بي اس اللي هو نظام المواقع المرئية، وخرائط جوجل من خلال الكاميرا الموبايل راح تخلينا نقدر نشوف اسلوب عرض جديد يدمج ما بين الخريطة والواقع المعزز، يعني الصورة الواقعية للمشهد بالإضافة للمعلومات. طيب بمضمون النجاح سيد رائف، وهل يبقى النجاح يعني 100%، أعني هل يبقى هناك بعض السيئات لهكذا تطور؟ يعني الذكاء الاصطناعي يتعلم من أخطائه وهو في عملية تطور مستمرة، فنحن كبشر إذا كثير بدنا نعتمد عليه بنكون عم نقلل من استخدامنا لدماغنا وذاكرتنا وشبكتنا العصبية في دماغنا اللي هي عدد الخلايا فيها بمليارات الخلايا. فالموضوع صحيح، هذا طبيعي، نحن بحب نستسلم للخدمات اللي عم تقدمها التقنية واللي عم بيشتغل عليها أذكى بني البشر، أو أنه نحن بإمكاننا كمان نجاري أنفسنا ونتعلم كيف نستخدم هالأدوات هاي حتى ما نكون أميين في العصر اللي نحن عايشينه. بالزمان السابق كان يقولوا ما بيعرف كمبيوتر هو إنسان أمي، بعد فترة صار ما بيعرف إنترنت هو إنسان أمي، واليوم ما بيعرف يستخدم الموبايل والتطبيقات اللي فيه هو عايش خارج الزمن اللي نحن فيه. صفى استخدام الموبايل بيخلينا نعيش في الزمن الحاضر، سواء كنا في مجال العمل أو في مجال الترفيه. هل سيكون معقد على يعني حتى لو بنسبة قليلة أمنيا؟ يعني دايما ما عم نربطه بيصير بعد فترة بنحكي عن المخاطر الأمنية لهذه الأمور سيد رائف أم لا؟ والله هو الأجهزة الحالية الموجودة في المنزل سواء كان جهاز أليكسا من أمازون أو جوجل هوم هو عبارة عن خادم موجود في البيت مفتح أدنيه 24 ساعة، وقت بتطلبي منه المعلومة بيقدم لك إياها على طبق من ذهب مباشرة. فطالما نحن عم نستخدم الأجهزة وكلامنا في الطريق السليم وما عم نتحدث في أشياء ممكن ترجع لنا بشيء سلبي، فأكيد المعلومات رح تخدمنا، ما رح تكون يعني سلبية بالنسبة لنا. صح، يبقى بس الحذر دائما. أنا أشكرك على كل هذه المعلومات. من دبي المهندس رائف الغوري الخبير في تقنية المعلومات والاتصالات.